والمهجنات، مع وعد ايضا لهجن العاصمه بقياده المضمر سعيد بن سالم. تهانينا لمالك هجن العاصمه سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذا الطلوع في هذا الموسم، اول طلوع لهجن العاصمه في هذا الموسم بهذا الانجاز. ابشروا يا متابعين هجن العاصمه، نبشركم بهذا الموسم ان العاصمه موجوده بقوه كما عودتنا وعودت جماهيرها ومحبينا. نتابع مجريات وفعاليات هذا الشوط المخصص للقاية الجعادين المحليات. ننتقل إلى مقدمة هذا الشوط، ورا نوفق على المقدمة لهجن العاصمة بقيادة المضمر سعيد بن سالم. ننتقل إلى المركز الثاني، المختبر في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر علي بن هزيم المسافري. وفي المركز الثالث، المركز الثالث المستريح، المستريح في المركز الثالث سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الرابع شاهين لهجن ند الشبا بقيادة المضمر سالم بن سعيد. ننتقل إلى المركز الخامس من الجانب الثاني، يتسلل إلى المركز الرابع في هذه اللحظات هداد، هداد وهو منهد على مقدمة هذا الشوط لهجن ند الشبا بقيادة المضمر سالم بن سعيد. ننتقل إلى المركز الخامس، وفي المركز الخامس أرى الآن نشوان، نشوان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز السادس من الجانب الثاني هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مضمر سعيد بن سالم الينيبي. ننتقل إلى المركز السابع، وفي المركز السابع ظبيان، ظبيان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مغمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. ننتقل إلى المركز الثامن، وفي المركز الثامن راهي لهجن العاصمة بقيادة المضمر سعيد بن سالم. ننتقل إلى المركز التاسع، وفي المركز التاسع المستريح لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز العاشر العاصف لسمو الشيخ زايد بن مر بن مجتوم المجتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي. هذه النتيجة، هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى مقدمة هذا الشوق، موفق وهو متوفق على المقدمة بشعار وامبراطورية هجن العاصمة على مقدمة هذا الشوط بقيادة المضمر سعيد بن سالم، يتولى عملية التضمير والأداء والتسيير لدى موفق وهو على مقدمة هذا الشوط. لكن ظبيان قادم، ظبيان صاحب الإنجاز من أسبوعين، أول افتتاح كان رصيده المركز الأول، واليوم يبحث أيضا عن الإنجاز. ها هو ظبيان، وتلاحقه ظبيان لمثلنا، يطرم بناته قاطعات الهنة عقب التعفر حات والهنبنة مثل حسين الفرض لمنقنا بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي. لكن موفق يقول أنا موجود على مقدمة هذا الشوط، بدت تلوع في عيونه المنصة وهو على المقدمة بدون أي أوامر تذكر حتى هذه اللحظات. ركض تلقائي وظبيان يلاحق موفق على مقدمة هذا الشوط، لكن الموفق على المقدمة بدأ يزيد من السرعة عندما سمع حركات ظبيان وهو يلاحقه على مقدمة هذا الشوط. يقول أنا موجود على المقدمة. سلام سلام عليك يا هجن العاصمة، سلام سلام عليك امبراطورية هجن العاصمة، باحثة عن الهاتريك في صباح هذا اليوم. ها هي هجن العاصمة تشاهدونها على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، ذهبا مع ذهب مع إنجازات على أرضية الدولة وخارج أرضية الدولة. ها هو موفق على مقدمة هذا الشوط بدون أي أوامر تذكر حتى هذه اللحظات. ركضت الغاي وظبيان لا زال مصر، مصر على المقدمة. ظبيان وموفق، اللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة. يا سلام ظبيان، ظبيان وموفق، ظبيان 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 ينتزع المركز الأول. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على فوز ظبيان بالمركز الأول. المركز الثاني موفق لهجن العاصمة، وفي المركز الثالث لهجن ند الشباء. المركز الرابع
لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، وفي المركز الخامس لهجن ند الشباه. هذه النتيجة والتوقيت الزمني من مخرجنا أبو عدنان ساعة وصول لبيان إلى خط النهاية بعدما تجاوز في الأمتار الأخيرة وعند خط النهاية ينتزع المركز الأول في هذه اللحظات. ها هو ظبيان صعد تسلله إلى خط النهاية في زمن وغدرة. نشوف التوقيت، توقيت ظبيان 6:10 جزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، تهانينا أيضا للمضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري، وفي المركز الثاني موفق في المركز الثاني قاطع مسافة 4 كيلومتر في زمن وقدرة 6 دقائق. نشوف المركز الثاني، ناخذ توقيت المركز الثاني. ها هو ظبيان على المركز الأول، المركز الثاني ها هو موفق 6:19.5 من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر سعيد بن سالم. المركز الثالث ناخذ اللي وصله في المركز الثالث، نشوف شوف ها هو اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات 6:25 3 من الثانية. تهانينا لهجن ند الشباه، تهانينا أيضا للمضمر سالم بن سعيد، تهانينا للجميع والناموس على هذا الأداء المتميز في هذا الصباح المتميز.